تمتاز مدينة فرندا بيتيرت بموروثها السياحي والثقافي من أهمه مكتبة المستشرق جاك بيرك الذي كان مسقط رأسه بهذه المدينة في سنة 1910 ليزيد ارتباطه بها فيورثها كل كتبه وأرشيفه الخاص الذي يبقى مفتوحا أمام مرتادي المكتبة اهدانا مكتبته الخاصه التي تقدر بحوالي اكثر من 977 977 كتاب بما فيها بما فيها مؤلفاته اشهر المؤلفات اشهر مؤلفاته هو ترجمه معاني القران الكريم هذا هو اللوجيسيال يعني قامت به المكتبه الرئيسيه يعني بتمويل به المكتبه جاك بيرك المكتبه اليوم تحوي رصيدا هاما يقدر بالاف الكتب حيث تسير نحو رقمنتها حتى تحفظها من التلف مستقبلا عدد المكتبه تضم حوالي 45 الف 45 الف نسخه في في مختلف المجالات مصنفه تصنيف ديوي العشاري وضع برنامج لرقمنة الكتب ونحن في طور الإنجاز في طور إنجاز رقمنة الكتب وكذا بطاقة الاشتراك المكتبة تستعيد نشاطها هذه الأيام خاصة تطبيق البروتوكول الصحي لروادها من محبي المطالعة نظافة وتعقيم المحيط الداخلي للمكتبة وخارجها وضع معقم للرواد والقراء يعني لعمال المكتبة ويعني وضع كمامات إجباري كتب يخلي الإنسان يفكر يخلي الإنسان يدخل في المواضيع ويعيشهم الكتاب الالكتروني ما, ي... ما يجيش كي الكتاب هذا الصحف مكتبه جاك بيرك اليوم تنتظر مزيدا من الاهتمام والدعم خاصه اعاده ترميم عدد من قاعاتها لمواصله المحافظه على الكتاب انيس الانسان الوحيد